على طالب العلم عليه أمران. الأمر الأول أن يعرف معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالله عز وجل أو بما ذكر من المغيبات، وهذه هي الخطوة الأولى لأنها هي الأصل. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حق أهل الزيغ قال: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهذا دليل على هذه الخطوة، بمعنى أنك تعلم معتقد أهل السنة والجماعة، فما جاء خلاف ذلك أنه زيغ وضلال. الخطوة الثانية أن يكون لك دراية ولو مبسطة عن هذه الفرق، وهذا الأمر دليله حديث حذيفة قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني.